اسف الضاول ان الشناوي ده احسن واحد بيصد ضربات جزاء، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا يعني الشوط الاول شوط ممتع زي ما انت بتقول ابو خليل، وكره حلوه جدا من ناحيه نادي الزمالك دي احنا ما شفناهاش قبل كده، الكره اللي هو الباسنج جيم، لكن بدون خطوره، يعني ما فيش خطوره صحيح على المرمى، مفيش فرصه. الفرص اللي بتيجي للنادي الاهلي كلها خطوره، بس هي المشكله ايه يا ابو خليل؟ المشكله ان احنا في كل مباراه، سوري مش احنا يعني النادي الزمالك في كل مباراه يطلع له لاعب او اثنين او ثلاثه يخطئوا، ومن خلال خطاهم يجي اهداف. طلائع الجيش كان نفس الكلام صحيح، يعني طلائع الجيش الاسبوع اللي فات كان نفس الكلام، الاهلي نفس الكلام، الجول الاولاني خطا يعني كده، وبعدين خطا ثاني من الشناوي وما جاتش جون، اللي جات وليد ازارو، ووليد ازارو وليد ازارو ضيع هدف محقق كمان بالظبط كده. فاحنا في كل ماتش الزمالك بيبقى عنده حد يخطأ عشان من خلال الخطأ، لأن الجوان كلها أخطاء صحيح. لما تيجي أنت تبص الجون الأولين لا ده غير الشناوي، طارق حامد، أنا بقول ما دي بتاعت وليد أزار زي بتاعت إمبي الشناوي طارق حامد كويس خطأ، وبعدين صح. الشناوي أخطأ خطأ تاني أهو لسه قدامنا، كان قدامنا هو بالظبط. بص ده إمبي أهو مقص المقص ده المقص هو بالظبط. على رغم يعني انه الشناوي تألق برضو في اللقطات في اللقاء الشوط الاول الزمالك يعني لعب كوره وهدى كوره ولعب باسنج جيم وبتاع، بص صحيح.